بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، دأبت الأمة الإسلامية منذ فجر الإسلام على سؤال أهل العلم في كل نازلة وفي كل أمر يحتاج فيه الناس إلى بيان حكم الشرع فيه، وهذا ولله الحمد إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمة لا زال فيها خير، ويرجعون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى تبصرة أهل العلم في ذلك. وفي هذه الآونة وكلما هل هلال ربيع الأول إلا ويتساءل الناس عن حكم الاحتفال بما يسمى المولد النبوي أو ذكرى المولد النبوي أو عيد المولد النبوي، يعني كل على حسب ما يسمي هذا الأمر. وكذلك يعني لذلك يعني استدعينا شيخنا أبا يونس محمد الفرعيني رضاه الله خيرا، يعني لنطرح عليه بعضا من الأدلة التي يستدل بها المجيزون لهذا الأمر، ويفيدنا بارك الله فيه مشكورا يعني فيما يتعلق بقول أهل العلم في رد هذه المسائل، وكذلك نبين الحكم الشرعي يعني في هذا الأمر. ولنا لقاء بعد هذا إن شاء الله تعالى يعني نجيب فيه على أسئلة المتابعين التي طرحوها بخصوص هذا الأمر. أولا مرحبا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أول سؤال يعني يتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بهذا الموضوع، لماذا كل عام نذكر هذا الموضوع؟ يعني لماذا يطرح هذا الموضوع كل عام ويتحدث يعني أهل العلم ويناظرون ويناقشون، لماذا هذا كل عام؟ يعني لكي لا يعني أليس هذا الأمر يعني شيئا مملا، أو ربما هو يعني أمر تحدث فيه ومضى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية نشكر إخواننا على هذه الاستضافة الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، آمين، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا دائما وأبدا. طبعا هذا السؤال يكثر طرحه كل عام، لماذا الكلام عن المولد النبوي، وهل هناك من جديد يمكن أن يضاف مما لم يتحدث فيه المسلمون، سواء كانوا من الذين أجازوا أو الذين منعوا، وهل هناك من الأدلة التي تطرأ، يعني هناك من الأدلة التي تطرأ أو من الاستنباطات التي تستجد، أم أن الأمر مستهلك لا يعدو أن يكون كلاما مملا مكررا يعني تترفع عنه الأنفس؟ لا شك أيها المشاهدون الكرام أن الأمة الإسلامية تدأبت على الاحتفال بالمولد النبوي، وكل عام إذا هل هلال ربيع الأول فإنهم يبادرون إلى السؤال، هل نحتفل أم لا نحتفل؟ وكل يدلي بما عنده، وكل يقلد من يرتضيه من أهل العلم، سواء من قلد المجيزين أو المانعين. لكن الغريب هو أن يحدث يعني نوع من التضخيم لهذا الموضوع ونوع من التراشق، يعني كل من الجانبين. وطبعا هذا لا يحدث غالبا بين أهل العلم الذين يعرفون معنى الخلاف ويقدرونه ويتأدبون بأدبه، وإنما يقع من الأتباع الذين لا علم عندهم. ولذلك كان يقال من قل علمه كثر اعتراضه، من قل علمه كثر اعتراضه. ولا أنزه يعني طائفة دون طائفة، فهذا يحدث
من المانعين كما أنه يحدث من المجيزين، لا فرق في ذلك بين هؤلاء وهؤلاء. إذن هذا الأمر يعني لا شك أنه يعني يطرح نفسه كما يقال، لأن الناس يتكلمون من الجانبين. لذلك مما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان إمام أهل السنة، حينما كان يتكلم في أمور العقائد ويقررها على ميزان السلف، كان بعض يعني المخالفين له من أهل الكلام يعني يقولون له لماذا لا تسكت، فيقول لهم قولته المشهورة: اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت. يعني لو سكت الناس عن القول بالاحتفال بالمولد النبوي وتشجيع الاحتفال بالمولد النبوي وإبراز يعني من أجازه والحط على من منعه وتجريدهم من كل فضيلة ومن كل علم ومن كل حكمة، فحينئذ يعني كان يعني من الممكن أن يقال هذه أمور يعني مرت وانقضت ولا داعي للكلام حولها. لكن الذي نشهده دائما على القنوات وفي يعني جميع منصات التواصل الاجتماعي هو أن الأمر يتكرر ويتكرر بشكل يعني فيه نوع إسفاف وفيه نوع تنقيص وفيه نوع طعون من الجانبين. فلذلك أحببت أن يكون موضوع هذا اللقاء، وهذا يعني الاتفاق مع إخواننا، أن يكون حوارا هادئا ليس فيه اتهام وليس فيه يعني تجهيل، وإنما نسعى إن شاء الله تعالى لمعرفة الحق المبني على الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك من الأصول المعتبرة عند العلماء. فهذا هو الذي يظهر، أن الكلام عن المولد النبوي في هذه يعني الأيام وفي هذا الشهر الشهر ربيع الأول يعني دعت إليه الحاجة، لأن الناس يتكلمون، يتكلم العالم ويتكلم الجاهل ويتكلم المتحمس والمتهور، منهم من يتكلم بعلم ومنهم من يناقش ومنهم من يعني يطعن ويسب ويشتم، وسنأتي على بعض ذلك إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا اللقاء بما يعني يبين ويجلي حقيقة ذلك كله إن شاء الله تعالى، والله المستعان. إذن شيخنا، ما دام الناس يتحدثون وما دام المجيزون يجوزون، فعلى أهل العلم أن يردوا ويقروا أن هذا الأمر بدعة. لا شك أن أهل العلم يعني أخذ الله عز وجل عليهم العهد أن يبينوا للناس الحق وأن لا يكتموا شيئا منه، هذا من الأمور المقررة شرعا. فلذلك أهل العلم لا بد أن يبينوا شأن التوحيد، إذا ظهر الشرك في الأمة وكثرت مظاهره فلا يجوز لمسلم علم الحق أن يسكت عن ذلك، وكذلك بيان البدع التي تنتشر وتستشري ويعني يطغى أمرها على الناس، فلا شك أن بيانها من أهم المهمات. كذلك شأن المعاصي التي تظهر في الناس والمعاملات المحرمة التي يعني يتساهل فيها الناس، فمهمة أهل العلم هو بيان الحق للناس، لأن هذه في الحقيقة يعني هي من المهمات التي يعني يضطلع بها العلماء الذين هم في الحقيقة ورثة الأنبياء. إذا أردنا أن نلخص مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي الدعوة إلى التوحيد، وهي إصلاح ما اعوج من أخلاق الناس ومن سلوكهم ومن عقائدهم، فبعثهم الله عز وجل لإصلاح ذلك كله ولتوجيهه، طبعا بالحكمة وبالرفق وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وكل من كان عالما ويسير على نهج السلف الصالحين فإنه يتناول هذه المواضيع ولا يغلو في شيء من ذلك، بل يعطي لكل حكم يعني قدره، لا يتجاوز فيه لا غلوا ولا تفريطا، وإنما يزن ذلك بالقسطاس المستقيم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا. كثير كما يقول المجيزون، كثير من أهل العلم رخص في فعل المولد، فهل يمكن القول أو الاكتفاء بقولهم ونحسم في المسألة ما دام أن الكثرة وكثير منهم يعني رخصوا في هذا الأمر؟ والحقيقة أن الأمر لا يزن بالكثرة ولا بالقلة، إن العبرة بالدلائل الشرعية،
لا بكثرة القائل. وهذه مسألة مهمة من حيث المنهجية في البحث والمنهجية في الاستدلال، وإلا فالكثرة يعني جاء ذمها في الكتاب والسنة، الكثرة جاء ذمها في الكتاب والسنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الدليل. طبعا هذه مسألة كما قلت خلافية، وهذا من باب الأمانة العلمية أن نذكر أن المسألة خلافية، وأن من العلم من أهل العلم من رخص في عمل المولد، لكن رخص في عمل المولد بضوابط، لم يرخص يعني تلك المنكرات الظاهرة التي تفعل في الموالد اليوم، كما نرى من الرقص ومن جعل ذلك في المساجد، وبعض الناس يكون عندهم في الموالد اختلاط بين الذكور والإناث، وبعضهم يتعاطى بعض المحرمات، هذه لم يجزها أحد من أهل العلم. وإنما الذين أجازوا إنما أجازوا أن يكون المولد يعني من حر مال الرجل، وأن يدعو أهله وبنيه وقرابته، ويجتمعون على الطعام والشراب وعلى ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وشيء من الإنشاد المباح، هذا هو الذي أجازه العلماء الذين أجازوا. ثم مسألة أخرى، هل كل مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء يمكن أن يحسم فيها أو يمكن السكوت عنها؟ هذا في الحقيقة من الخطأ المنهجي، لأنه ما من مسألة إلا أفرادا قليلة من المسائل هي التي وقع فيها الإجماع، وإلا فكثير من المسائل الفرعية وقع فيها خلاف بين العلماء. فليس يعني وقوع الخلاف في مسألة ما مسوغا لأن يختار الرجل ما شاء. يعني بعض الناس يفهم يعني هذا الفهم السقيم، يقول بأن الناس اختلفوا. طيب ما دام الناس قد اختلفوا والعلماء منهم من أجاز، فيجوز لي أن أقلده في ذلك. طيب إذا اختلف العلماء فالمرجع إلى الدليل، الله عز وجل يقول في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا إرشاد الحق سبحانه وتعالى إلى الناس عند التنازع، وهذه مسألة تنازع فيها العلماء، منهم من أجاز ومنهم من منع. فالذي يحسم المسألة هو الرجوع إلى الأدلة الشرعية والرجوع إلى عمل السلف، حينئذ يظهر الحق من الباطل ويظهر الهدى من الضلال، والله المستعان. طيب شيخنا، يعني بعض يعني المجيزين يقولون بأن عمل المولد مشهور منذ قرون، فلماذا لم ينكره أحد إلا يعني إلا في هذه الأعصار المتأخرة؟ يعني وكأن السائل هنا يزعم أن القول ببدعة المولد هذه متأخرة عنا وليست يعني من قول السلف. هو طيب لو نظر المسلم إلى أقوال العلماء فإنه يجد من المتقدمين من تكلم حول المولد ومن منعه، وكون الأمر لم يكن مشتهرا هذا دليل على أن الأمر بدعة وأنه أمر محدث، ولذلك لا تجد الكلام عنه عند الصحابة رضي الله عنهم، ولا عند التابعين، ولا عند أتباعهم، ولا عند الأئمة الأربعة المتبعين، ولا عند الأئمة المصنفين يعني في عصر الرواية، وجميع المحدثين لم يتكلموا فيها، جميع المحدثين لم يتكلموا فيها، الذين عنوا برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلموا فيها، لأنه لم يكن هناك شيء اسمه الاحتفال بالمولد النبوي، وإنما حدث ذلك كما سنبين يعني في أواسط يعني القرن الرابع إن شاء الله تعالى، يعني سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأمر يعني كان حادثا، والزعم بأنه لم ينكره إلا أناس في الأعصار المتأخرة زعم باطل. كل من رجع إلى أقوال العلماء يجد أنه يعني هناك من أنكره، كالفاكهاني رحمه الله تعالى له رسالة يعني في هذا سماها المورد في عمل المولد، وهو يعني قد عاش في القرن الثامن، يعني توفي في سنة 34 و700 فيما أذكر.
يعني تكلم في هذا وقال عمل المولد لا أعلم له أصلا في الكتاب في كتاب ولا سنة ولا فعله أحد من السلف، ثم استطرد يعني في كلام نحو هذا. إذن قضية الزعم بأن هذا يعني إنما فعله المتأخر، ومنهم من يجازف فينسب ذلك إلى فئة معينة يقول إنما ينكر ذلك السلفيون أو ينكر ذلك الوهابيون، وهذا كله في الحقيقة من التجني ومن عدم الإنصاف. فنحن نقول بأن هناك من أجاز من العلماء كالسخاوي رحمه الله تعالى والسيوطي وابن حجر رحمه الله تعالى وابن ناصر الدين دمشقي، وهذا هو الحق، لأن هذه حقائق لا يجوز أن تغير، ومن غيرها فإن حبل الكذب قصير. فهذا في الحقيقة يزري بنفسه، يعني من كذب. أنا في الحقيقة يعني كنت يعني أحاول جمع المادة يعني بالأمس القريب، فعثرت على نقل ينقلونه ومعي هنا يعني ينقلونه عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وبأن ابن القيم ويصفونه بالمجسم لأنه يعني يخالفهم في مسائل الاعتقاد، يقولون بأنه يذكر في المدارج في مدارج السالكين. وطبعا هذا يعني من الكذب الصراح الأصلع، ويعني يزيده قبحا أنهم يذكرون الصفحة، يعني يرجعوا يعني هذا كأنه توثيق ويعني إغراء للناس بأن الأمر يعني لا غبار عليه. يقولون بأنه يذكر في الصفحة يعني 98 بعد 400 يقولون والاستماع، هذا كلام ابن القيم يعني، والاستماع إلى صوت حسن في احتفالات المولد النبوي أو أية مناسبة دينية أخرى في تاريخ. حتى الأسلوب يعني ليس أسلوب ابن القيم، يعني كل من يعرف ابن القيم ويقرأ لابن القيم يعلم أن أسلوبه يعني من الأساليب الرشيقة، له قلم يعني سيال، له يعني أسلوب أخاذ يسحر القارئ الذي يتعرض لهذه الكتب ويستفيد منها. طيب هذا كلام إنشائي لا علاقة له بابن القيم ولا علاقة له بمن يحسن الكتابة. يقول أو أية مناسبة دينية أخرى في تاريخنا لا هو مما يدخل الطمأنينة إلى القلوب ويعطي السامع نورا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه ويسقيه مزيدا من العين المحمدية. هذا كلام ينسبونه لابن القيم، وكذلك ينسبون لابن كثير رحمه الله تعالى يعني كتبا بأنه ألفها في فعل المولد، وهذا لم يصح، وإنما يعني هناك خلق. يعني لا تسأل عني يعني المجازفة في قضية التحرير والتحقيق ونسبة الكلام إلى غير قائله، وإنما نتكلم عن الكذب الصريح الذي يصدر من بعض من يعني يحاول فرض هذا الأمر على المسلمين وإيهامهم بأن الأمر إجماع. وأنا سمعت لخطبة من بعض أهل التصوف يذكر فيها إجماع العلماء على فعل المولد، إجماع العلماء، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والمسكين لم يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم معنى الإجماع. الإجماع هو أن لا يخالف في ذلك أحد معتبر، فكيف بهذه الأمور وقد خالف فيها جموع من العلماء، جموع من العلماء خالفوا في هذا ومنعوا من هذا والدليل بجانبهم، فلم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولم يفعل ذلك أحد من التابعين ولا أتباعهم ولا الأئمة المتبعون. ثم إنهم يعني يزعمون التقيد بالمذهب، يعني الناس الآن يعني افترقوا إلى 4 شيع، كل شيعة تتبع إماما فاضلا جليلا، يعني إما يعني الشافعي رحمه الله أو أحمد أو أبا حنيفة أو مالك رحمة الله عليهم جميعا. طيب، ومنهم من يجازف فيمنع الخروج عن هؤلاء الأربعة، من خرج عن هؤلاء الأربعة واختار قولا ولو كان موافقا للأدلة فإنهم يعني يرمونه عن قوس واحد بأنه ضال مضل يخرج عن الأئمة. طيب هؤلاء الأئمة لم يتكلموا في هذا، لماذا؟ بكل بساطة لأنه لم يكن شيء يعرف بالاحتفال بمولد النبوي، لم يكن شيء من هذا. إذن هناك علماء تكلموا في هذا، هناك علماء
يعني الآن يعني من العلماء المالكية، بما أننا في بلد يعني يتبنى أهله المذهب المالكي، يعني هناك يعني الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى، وهناك البناني رحمه الله تعالى، وهناك الحفار، وهناك القباب، وهناك غيرهم من العلماء ممن يعني يمنعون من فعل المولد. هناك ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل يمنع من ذلك. إذن لماذا يعني القول والجزم بأن الأمر يعني لم يكن فيه شيء من المنع إلا في الأعصار المتأخرة؟ هذا في الحقيقة يعني من الكلام الذي يعني لا ينطق به إلا إنسان جانب الإنصاف وجانب يعني الصدق في نقله وفي قوله، والله المستعان. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. هذا سؤال، يعني السؤال السابق يجرنا إلى سؤال آخر، يعني من أول من قام بهذه البدعة؟ يعني من أول من عمل المولد؟ طيب هذه مسألة يعني اختلف فيها، ولا شك أنهم متفقون، وأنا أتكلم عن أهل العلم سواء ممن أجاز وممن منع، كلهم متفقون على أن الأمر بدعة، متفقون حتى من أجاز، يعني صرح بذلك ابن حجر وصرح بذلك السخاوي رحمه الله تعالى بأن الأمر بدعة، ولكنهم ذهبوا إلى أنه بدعة حسنة لأنهم يقولون بالتقسيم، وهي مسألة خلافية أيضا، وقد ذكرناها غير ما مرة وذكرنا الخلاف فيها والترجيح، وأن الأصل أن كل من ألفاظ العموم نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن هؤلاء الذين أجازوا يعني قالوا بأنه أمر محدث، يعني ما أحد من العلماء فيما أعلم زعم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل، أو أبو بكر احتفل، أو سائر الصحابة رضي الله عنهم، أو التابعون، أو الأئمة المتبوعين، ولذلك لا تجد ذلك في كتبه، لا تجد ذلك في موطأ الإمام مالك، ولا تجد ذلك في كتاب الأم للشافعي، ولا تجد ذلك في مسند الإمام أحمد، ولا تجد ذلك في الفقه يعني الأصغر ولا غيره من الكتب التي ألفها أبو حنيفة رحمة الله عليه. إذن هذا إنما جاء عند المتأخرين. طبعا العلماء مختلفون، ومنهم من يذكر أن أول من احتفل بالمولد ويعني جعل له يعني سماطا وجعل له طعاما للفقراء وغير ذلك هو يعني صاحب إربل، صاحب إربل يعني الملك المظفر بالله، ويقال له كوكبوري. ومنهم من قال، وهذا يعني كان في يعني نصف المئة يعني بعد المئة الثالثة، يعني سنة 62 و300 للهجرة، يعني تصور أن هذه القرون التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم سلمت من هذه الفعلة، لم يكن فيها شيء من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هذه القرون لم يكن فيها شيء من هذا. فأول ما فعل ذلك فعل سنة 62 و300 للهجرة، أي في أواسط القرن الرابع. ثم هذا في العراق، هذا في إربيل في العراق، ثم انتشر ذلك أيضا في بداية أو في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع على يد العبيديين، على يد العبيديين الذين تسموا زورا وبهتانا بالفاطميين، انتسبوا إلى فاطمة عليها يعني الرضوان، لأنهم طبعا يعني كل يعني مبطل يريد أن يعني يجمل صورته ويزين نسبه ينتسف إلى الدوحة الشريفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وآله منهم براء، لأنهم كانوا على دين الباطنية، كانوا على دين الباطنية، كانوا روافض هؤلاء، وهم أتباع عبيد الله القداح وليسوا أتباع فاطمة رضي الله عنها ولا من سلالتها أصلا. هؤلاء حكموا مصر وهم الذين نشروا هذا يعني في يعني سلطانهم، ويعني ظهر وانتشر حتى عمت بذلك البلوى وانتشر في جميع بلاد الإسلام. أما في بلد المغرب فإن أول من احتفل به يعني الأسرة الحاكمة التي كانت تحكم مدينة سبتة، وهي الأسرة العزفية، هي الأسرة العزفية هي أول من احتفل يعني بهذا يعني الحدث اللي هو مولد النبوي. طيب العلم عند الله تعالى.
طيب شيخنا، إذا قلنا بأن المظفر بالله هو أول من احتفل، ثم بعد ذلك أتى العبيديون واشتهروا أو أشهروا هذا الأمر، ثم بعد ذلك يعني احتفل به في المغرب من قبل الأسرة التي حكمت المغرب وكانت في سبتة، يعني هل نقول بأن هذا الاحتفال بدعة؟ طيب هو بدعة، هذا لا يختلف فيه اثنان، هذا بدعة. لماذا؟ لأنه ما تعرف البدعة. البدعة هو الأمر في الدين مما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه رضي الله عنه، يعني شيء من العبادات لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ماذا نسمي هذا؟ نسميه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طبعا الآن يعني أستمع إلى بعض أهل التصوف من الذين يتكلمون كلاما يعني في الحقيقة يعني أشبه بكلام الصبيان، يعني يقولون: إذا كنتم تزعمون بأنه كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعله، فلماذا أنتم يعني تركبون السيارات، ولماذا تلبسون النظارات، ولماذا تستعملون الهواتف، ولماذا يعني تنقلون يعني دروسكم عبر هذه الوسائل؟ طيب هذا لم يفقه معنى كلام العلماء. العلماء يتكلمون عن العبادات، لأن العبادات مبنية على التوقيف، العبادات لا مجال للاجتهاد فيها. يعني كيف أجتهد أنا وأقول للناس إن هناك عبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم وتوصلت إليها، ومن فعلها قربته إلى الله عز وجل وكان له بكذا وكذا حسنة؟ طيب هذا هو الإحداث في الدين؟ إن لم يكن هذا إحداثا في الدين فليس هناك حدث، ليس هناك حدث في الدين. أما أمور الدنيا فهذا شأنها واسع، أمور الوسائل شأنها واسع، أمور المصالح المرسلة شأنها واسع. يعني بعضهم يحتج بقضية يعني نقط المصحف وتشكيل المصحف ويعني وضع يعني الترقيم للأحزاب وللثمن وللربع ولنشر المصاحف في المطابع وتسجيله في الأشرطة وكذا، هذه كلها من المصالح المرسلة. نعم. حتى جمع القرآن بين دفتين هذا من المصالح المرسلة الذي فعل في زمن النبي صلى الله عليه، فعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم بمحضر من كثير منهم، ولم ينكر ذلك أحد. هل يتصور مسلم يعلم حال الصحابة رضي الله عنهم أن يفعل أحد من الصحابة ولو كان خليفة أن يفعل شيئا في الدين ويكون الأمر منكرا ثم يسكت جميع الصحابة لا ينكرون وهم يعني قرناء؟ يعني يفعل ذلك عمر ولا ينكر عليه علي ولا ينكر عليه عثمان ولا ينكر عليه أحد من الصحابة من العشرة المبشرين من أمهات المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تستدرك على الصحابة. كثير من الأمور يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أو ابن عمر رضي الله عنهما وتقول: لقد وهم أبو هريرة، لقد أخطأ عبد الله، وتصحح وتستدرك. حتى إن الزركشي رحمه الله تعالى جمع كتابا يعني في استدراكات عائشة رضي الله عنها، سمى الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة يعني رحمه الله تعالى ورضي عن الصحابة أجمعين. إذن كونهم يعني يفعلون شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم جميع من حضر من الصحابة، هذا دليل على أنه إجماع وليس داخلا في معنى التعبد المحض. نحن الآن نتكلم عن التعبد، هذه مسألة عبادة، يعني هذه عبادة. إذن كل عبادة كما يقول حذيفة رضي الله عنه، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. وابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفتم. إذن قلت بأن حتى من أجاز فعل المولد وعمله على صورة يعني خالية من المنكرات فإنه يقول بأن الأمر محدث ولم يكن في القرون المفضلة، ولكن لما أحدثه الناس فإنه أمر حسن ويدخل في البدعة الحسنة. ثم يستدل لذلك بأدلة ربما نعرض عليها فيما يأتي، نعرض لها فيما يأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أما كون الأمر بدعة وأمرا محدثا فهذا باتفاق جميع العلماء، سواء من أجاز ومن منع. طيب شيخنا،
يعني في ثنايا كلامكم ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. يقولون هذا من الدين، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار يعني مناقبه ويعني الثناء عليه ومدحه، هذا من الدين، فلما تقولون ما ليس منه؟ هذا من الدين فنفعله. لا، هو كون الأمر من الدين ليس متروكا للأهواء وليس متروكا للاستحسان، ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، يعني الاستحسان. وبهذا يعني دخلت على أمة الإسلام كثير من البدع. لماذا؟ لأنه يأتي العالم ويستحسن شيئا ويصيره دينا. طيب، لو ترك الأمر دون مدافعة فإن الدين سيصير غير الدين الذي خلفنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل عالم يجتهد ويعني يحدث للناس عبادة معينة، إما صلاة أو صياما أو ذكرا أو كذا، فيتسع الخرق على الراقع. يعني هذه الأوراد الآن التي انتشرت وهذه الكتب التي تؤلف في الأحزاب وفي يعني الـ يعني الـ الأوراد وفي المأثورات، يعني كلها خارجة عن رسم النبوة، يعني فيها اجتهادات، يعني لا شك أننا نعذر أصحابها، يعني وهذا بخلاف ما يرمين به خصومنا، يقولون بأنكم يعني تطعنون في من يحتفل وتطعنون في العلماء. لا، هذا لا يخطر لنا على بال بحمد الله تعالى. حتى العلماء الذين أجازوا فإنهم فوق رؤوسنا، ولا نبلغ عشر معشار ما معهم من العلم والتقوى، ولعل بعضهم قد حط رحله في الجنة، فنحن نستغفر لهم ونترضى عليهم ونترحم عليهم ونستفيد من علومهم. هل سمعت يوما من الأيام أحدا من أهل السنة يتنقص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو السيوطي أو السخاوي أو ابن ناصر الدمشقي؟ لا، ما أعلم أحدا يفعل ذلك، أو النووي رحمه الله وغيره من العلماء. هؤلاء كلهم علماؤنا، مع أننا يعني ننبه على ما وقعوا فيه من أخطاء، لأن العبرة بالعلم هو يعني الأصول، يعني أصول العلماء إذا كانت صحيحة وكانوا يبتغون الحق فلا جرم أنهم سيخطئون، ولا شك أنهم سيختلفون، وهذا الاختلاف يعني سنة قدرية كونية، يعني لا شك أنها حاصلة لا يمكن أن يعني ترتفع. قضية اختلاف الأفهام واختلاف الإرادات واختلاف يعني الفهوم عند الناس هذه مسألة يعني عادية. نعم، أن تقع. إذن قضية يعني الاحتفال وكونه بدعة هذا يعني لا خلاف فيه بين العلماء، والبدعة هي ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس متروكا لكل أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أشياء وأمر بأشياء وفعل أشياء، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وقال في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نعم. إذن الأمر ليس يعني مفتوحا هكذا بحيث يصح لكل عالم أن يحدث شيئا في الدين. ولاحظ أننا نتكلم عن الدين، لأن الدين أمره مبني على التوقيف، مبني على التوقيف، يعني هكذا أمرنا ربنا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. لكن قضية إحداث عبادة معينة وربطها بزمن أو بكيفية أو بقدر أو يعني سبب أو غير ذلك، فهذا من الابتداع كما فصله العلماء رحمهم الله. نعم. تعالى إذن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منه، أي ليس مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مما سنه خلفاؤه الراشدون. نعم، الذين أمرنا باتباع سنتهم. يعني هناك أمور يعني فعلها عثمان رضي الله عنه فهي سنة، هناك أمور فعلها عمر رضي الله عنه فهي سنة، هناك أمور فعلها علي وفعلها أبو بكر رضي الله عنهما فهي سنة. نعم. لذلك قال: تمسكوا بها، أي بهذه السنة، سنة الخلفاء الراشد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ ولماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم يعني مهديين، بأنهم يوفقون إلى الهدى؟ نعم. وبأنهم راشدين. نعم. يعني الرشد ضد الغواية. نعم. لكن غيرهم ليس له هذه الخصيصة، غيرهم ممن جاء بعدهم وإن كان فاضلا في نفسه جليلا في قدره وعلمه فإنه يمكن أن يخطئ
وحسبنا أن نذكر كلمة الإمام مالك رحمه الله التي يذكرها محبه وشانئه، يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى الغرفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون العالم يذكر شيئا، لأن من المضحكات المبكيات أن تجد بعض الناس يتطاول على العلماء حينما يذكر مسألة ويقول بأن هذه بدعة أو أن هذا يعني أمر باطل، فيقول له هل أنت أعلم من ابن حجر؟ طيب، وهذا يعني يمكن أن يقلب عليه الدليل، ونقول له وهل أنت أعلم ممن منع من هذه البدعة؟ طيب، إذن إذا كان هؤلاء اختلفوا فلسنا بأعلم ممن أجاز ولا ممن منع، ولكن حسبنا أن نتبع الدليل وأن ننظر إلى يعني أقوال العلماء فنستنتج يعني الحق فنتبعه. وطبعا هذا الأمر لا يلزم أحدا، يعني كما ذكرت بارك الله فيك في أول يعني سؤالي سبق قضية الحسم، طبعا هذه الأمور يعني لا يمكن أن تحسم إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن لها أنصارا من هنا ومن هناك، يعني هؤلاء يعني يذكرون دائما ما يستدلون به، وأولئك أيضا يذكرون ما يستدلون به، وحسبنا أن نذكر في الأمور الخلافية ما نعتقد أنه الحق وندين الله عز وجل به ولا نتهم أحدا. يعني كون يعني أولئك الذين يحتفلون، نحن نعلم أن كثيرا منهم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لا يحتفلون يجب أن يعتقد غيرنا بأنهم أيضا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ليس تركهم الاحتفال يعني دلالة على بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقصيرهم في ذلك، بل هم أسعد الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رأوا أن التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وإحداث أمر وفعل أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم ولا الأئمة الأربعة، يعني كيف أفعل شيئا لم يفعله أولئك؟ إذن قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يزايد فيها أحد على أحد، فكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعبير عن هذه المحبة يختلف. نحن نستدل على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع يعني دقة الاتباع، ودليلنا في ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، جعل ربنا عز وجل المقياس والميزان لمحبة العبد لربه عز وجل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب، لو أراد رجل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بالذات فنظر إلى سنته، هل يجد احتفالا؟ لا يجد احتفالا. إذن مقتضى الاتباع أنني أحتفل بما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، أحتفل بعيد الأضحى وأحتفل بعيد الفطر، ثم ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله. هاي يعني الأمر أسهل مما يعني يتصور كثير من الناس، فهذا مقتضى الاتباع. لكن من ظن أن يعني حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بعمل المولد وإلا بالاجتماع في المساجد وإلا بإطعام الطعام وإلا يعني إنشاد القصائد التي يكون فيها غلو، يعني من أشهر القصائد التي تنشد في هذه الأيام قصيدة البردة، وفيها ما فيها من المخالفات العقدية وقد أشرنا إلى ذلك مرارا، ويعني في بعض البلدان لهم قصائد يعني أشنع وأبشع وفيها من الأبيات القبيحة جدا ما يند عن الحصر. إذن هؤلاء الذين يعني يحتفلون يعني لا شك أنهم يقعون في أمور من المخالفات التي لا يقرها أحد حتى من العلماء الذين أجازوا عمل المولد. الذين أجازوا عمل المولد يعني قيدوا ذلك بقيود دقيقة، يعني إذا كان هناك أكل وكان هناك شرب وكان هناك إطعام للفقراء والمساكين لأنها مصلحة متعدية، وكان فيها يعني سرد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد يعني بأمور ترقق القلوب وتحركها للسير إلى علام الغيوب، فيجيزون هذا بهذا القدر، مع أننا يعني نعتقد أن القول مرجوحا، أن هذا القول يعني مرجوح، لكن يعني ليس بهذا الإطلاق الذي نراه.
الآن يعني صارت المعازف وصارت يعني آلات الغناء وصار التمايل وصار هناك اختلاط وصار يعني تدنيس للمساجد بهذه الأمور التي لا عهد للسلف بها. ما كان هذا يعني انظر إلى الصحابة كيف يعني استنكروا فعل حسان رضي الله عنه لما قام ينشد الشعر. وحسان كان يفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاب عليه بعض يعني الناس كونه ينشد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد فعلت ذلك وفيه من هو خير منك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له يعني منبرا ويقول له أهجهم وجبريل معك، أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك. فكان يهجو المشركين وكان يستل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تستل الشعرة من العجين. طيب يعني إذا هذا الأمر يعني يستنكرون يعني الكلام في المسجد، الكلام ابن عمر كان يحصب الناس إذا تكلموا في المسجد حينما يتكلمون بكلام أهل الدنيا يحصبهم بالحصبة. يعني هل يتصور أحد أن الصحابة يقرون أن يدخل الناس إلى المسجد بالكمان ويدخلونه بالطبل ويدخلونه بالدفوف ويعني يرقصون ويقفزون وينطون؟ هذا يعني هذا من فعل السلف، هل يقره أحد؟ حتى لا يقره أحد، ولكن مع الأسف في الله خلف، والله المستعان. طيب شيخنا، هناك بعض من الشبه التي يعني يرددها المجيزون ويعني يحاولون أن يجيزوا بها هذا الأمر، مثل قولهم أو يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى نهاية الحديث، فيأخذون هذا الجزء ويقولون يعني ما دام هذا الأمر المولد فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وإطعام وصلاة عليه ومدح فهذه أمور حسنة، فنقول هذا من باب السنة الحسنة أو نقول البدعة الحسنة. فما تعليقكم شيخنا على هذا الأمر؟ ولا شك أن الحديث إذا كان له سبب ورود فإن هذا السبب مما يعين على فهمه فهما سليما، كما أن الآية إذا كان لها سبب نزول فإن معرفة هذا السبب مما يعين على فهمها على مراد الله عز وجل. هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن يعني الحديث في صحيح مسلم من رواية جرير بن عبد الله البجلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جمع من أصحابه فجاءه قوم من مضر أو عامتهم من مضر من قبيلة مضر، وقد يعني أصابتهم فاقة وظهر الإملاق على يعني ثيابهم وعلى وجوههم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وخرج يعني يريد أن يردهم بشيء فما وجد شيئا في بيته صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحابة وحثهم على الإنفاق، فيعني كأن الصحابة تباطؤوا، فقام رجل فدخل بيته وأتى بصرة عجزت عنها يمينه يعني صرة كبيرة فيها طعام وثياب فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس يعني دخل كل إنسان يعني كأنه يعني فتح هذا الباب بعد أن كان موصدا، فكل إنسان دخل بيته فأتى بما تيسر من كسار الخبز من السمن من التمر من غير ذلك، حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان عظيمان من ثياب وطعام، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، وطبعا وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه الحزن وكان يظهر عليه الفرح صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف ذلك الصحابة في وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدلون بذلك على أحواله الباطنة يعني تظهر على محيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اسمع إلى سبب ورود هذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة حسنة سنة سيئة. طيب هو الآن يقول سنة سيئة ولم يقل بدعة سيئة، يقول سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. طيب أنا في الحقيقة ما سمعت في هذا الحديث لفظ البدعة أصلا، ما سمعت فيه لفظ البدعة أصلا، ثم هذا السبب يوضح بأنه يقصد صلى الله عليه وسلم الصدقة،
وهل من قائل من العقلاء بأن الصدقة بدعة؟ لا بدعة. الصدقة يعني سنة وفعل خير وأمر متقرر يعني في هذه الشريعة وفي من قبلها من الشرائع. الصدقة أمر يعني من البر والخير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصدقون، لكن لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة تباطؤوا لقلة ما في أيديهم، لكن لما قام هذا الصحابي وسبق إلى هذا الخير كتب الله له هذا الأجر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذه المسألة حتى يقتدي به يعني جميع من كان متباطئا في فعل الخير، وأنه ينبغي المبادرة إلى سن الخير. والسنة هنا بمعنى الطريقة، من سن في الإسلام سنة حسن أي طريقة، وأحيا يعني أمرا كان معلوما وليس فيه معارضة للشرع. لأن الفرق بين يعني السنة وبين البدعة هو أن السنة أمر موافق للشرع لا يخرج عنه، له دليل، بل له دليل يعني يرتكز إليه. أما البدعة فليس لها أصل. طيب ما هو أصله؟ بدعة المولد ليس لها أصل. ما أصلا العرب كما يذكر العلماء، العرب قبل الإسلام ما كانوا يعيرون اهتماما لمواليدهم يعني لتواريخ الميلاد، ما كانوا يعرفون ذلك ولا يهتمون به، ولا الله عز وجل ذكر شيئا عن مولده صلى الله عليه وسلم في القرآن، وإنما لما ذكر بعثته صلى الله عليه وسلم وامتن بها على على عباده سبحانه وتعالى. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا امتنان من الله عز وجل بالبعثة، يعني لو كنا محتفلين لاحتفلنا بيوم البعثة، ويوم البعثة كان معلوما، كذلك يوم الهجرة كان معلوما، كذلك بعض الأيام كانت معلومة، لكن يوم المولد لم يكن معلوما، ولذلك وقع فيه الاختلاف الكثير. لماذا وقع الاختلاف؟ طيب أنا أريد أن أخاطب العقول قبل القلوب، يعني لو كان هذا الاحتفال مشروعا يعني لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرهم عند إبانه وقال لهم يعني هذا هلال ربيع الأول قد أهل، إذن عليكم بالثاني عشر منه فإنه يوم ولدت فيه فاحتفلوا به، ولا عين ذلك اليوم ولا حفظه الصحابة ولا تناقلوه لكان معلوما. لكن إذا رجعنا إلى كتب السير نجد اختلافا كثيرا في تعيين وتحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم، منهم من قال بأنه ولد يوم الثامن، ومنهم من قال بأنه ولد يوم التاسع أو يوم الثاني عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر، منهم من قال بأنه ولد في رجب ولم يولد في ربيع، منهم من قال بأنه ولد في رمضان. إن هي أقوال كثيرة، ولا شك أن أرجحها عند المحدثين هو أنه اليوم الثامن، هو اليوم الثامن، لكن المشهور عند عامة المسلمين اليوم هو الثاني عشر، وتواطأ الناس عليه وصيروه يعني موعدا يحتفلون فيه بهذا العيد يعني الذي يسمونه عيد المولد. والله المستعان. إذن حتى نرجع للحديث، يعني قوله من سن سنة حسنة هذا مقصود به هو الطريق، وليس فيه شيء من البدعة. وهذا يعني مما يؤكد ما ذكرت بأن العلماء حقا الذين أجازوا فعل المولد كانوا يعتقدون بأنه أمر محدث، نعم محدث، وأنه أمر مبتدع، إنما لكنهم كانوا يقولون بأنه بدعة حسنة. لماذا؟ لأنهم ركنوا إلى هذا الاختيار ألا وهو تقسيم البدعة إلى الأقسام التكليفية الخمسة. نعم، هناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مندوبة مستحبة، وهناك بدعة مباحة، وهناك بدعة مكروهة، وهناك بدعة محرمة، ثم يعني يجعلون كل أمر في الخانة التي يعني تناسبه. نعم، والله أعلم. طيب شيخنا، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من عمل بما في الشرع ليذكر الناس به بعد أن غفلوا عنه أو ليشجعهم. نعم، هذا هو المقصود. نعم، ولعلنا يعني شيخنا إن سمحتم أن نقول مثلا يعني الرجل يتصدق بالصدقة المال الكثير فيظهر ذلك، طبعا هذا يعني يظهر ذلك ليس لأنه رياء، وإنما يظهر ذلك لأجل أن يتشجع الناس فيتصدقوا بمثل ذلك المال أو ما يقاربه، فهذا يدخل. نعم، قضية يدخل مسألة يعني فقهية فرعية أخرى. نعم، وهي قضية إظهار الصدقات، يعني ربنا عز وجل يقول في كتاب إن تبدوا الصدقات فنعم هي، يعني لم يذم هذا الفعل بل أثنى عليه، لكن جعل إخفاءها خيرا من إظهارها. نعم، وطبعا هذا له موطن،
والمسألة يعني مبحوثة عند العلماء، يعني إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من العلماء من قال فهو خير لكم، وهذا خطاب للمنفق بأنه خير له من حيث إخلاصه، ومن حيث صدقه، ومن حيث إبقاؤه لهذا العمل الجليل يعني بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد، ربما حتى المتصدق عليه لا يدري به شيئا. نعم. إنه أثر عن بعض السلف أنه كان يتصدق بالصدقة فيخفيها، كما جاء في الحديث حديث السبعة. نعم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لو قدر أن هذه الشمال يعني لها إدراك ولها فهم، فإن الرجل تصدق بيمينه واليمين قريبة من الشمال، لكنها لم تعلم بما فعلت أختها. نعم. هذا لشدة إخفائه للصدقة، لأنه يريد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. منهم من كان يحمل يعني الكيس من الطعام، فيأتي الناس في الليل ويطرق عليهم أبوابهم ويترك الطعام ويمضي هاربا، فيجدون ذلك الطعام، كما يذكر عن يعني زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفعل ذلك، كان يأتي بالطعام ويعني يتركه. قال فلما يعني مات فقد الناس الطعام، يعني كان أناس في المدينة يعيشون ولا يدرون من أين عيشهم، يعني تأتيهم أرزاقهم ولا يدرون من الذي يعني يطعمهم ومن الذي يعني ينفق عليهم. فلما مات انقطعت تلك الأرزاق، فحينئذ علموا أنه هو الذي كان يأتي بذلك. يعني هناك أيضا يعني من العلماء من قال هذا بالنسبة لصدقة التطوع، أما الصدقة الفريضة فيعني مما يستحسن أن تظهر. لماذا؟ لأنها من الواجبات، كما أننا نظهر يعني إلا الصلاة الفريضة. لو أن الله عز وجل أراد منا أن نخفي جميع العبادات لجعلها في البيوت. الآن النوافل، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الفريضة، إلا المكتوبة. نعم. إلا المكتوبة، يعني صلاة الرجل في بيته النافلة قيام الليل وغيره أفضل من يعني من صلاتها في المسجد، إلا المكتوبة فالأفضل أن تصلى في المساجد. لكن حينما يخرج الرجل إلى المسجد ويعمل الخطى ويرص الأقدام. نعم. مع أصحابه في المسجد، لا شك أن هذا فيه إظهار لهذه العبادة. كذلك الصدقات، يعني زكاة الأنعام، يعني يأتي المصدق فيأخذ أغنام هذا، يأخذ أنعامه من إبل وبقر وكذا، وحينما يأخذ يعني زروعه وثماره، هذه لا شك أنها زكاة ظاهرة. نعم. ولا شك أن فعلها بهذا الوضوح وفي يعني النهار، ويعني حيث يعني يقوف الفقراء والمساكين فيصيبون شيئا من ذلك، هذا في الحقيقة مما يشجع الناس على إخراج يعني صدقاتهم. نعم. والعلم عند الله تعالى. طيب، جزاكم الله خيرا. طبعا بعض المجيزين أيضا يستدلون بقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر بعض المفسرين أن رحمة الله تعالى هي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فليفرحوا، فيفرحون بمولده صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طبعا هذه الآية من سورة يونس يعني استدل بها هؤلاء، لكن من رجع يعني الآن يعني هم يقولون بأن بعض المفسرين يفسرون فضل الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمته. نعم. يعني فضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ويقولون بأنه المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا رجعنا إلى التفاسير، خصوصا التفاسير المبذولة التي لا تكاد تخلو منها خزانة طالب للعلم، كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن العربي وتفسير يعني القرطبي، فإننا نجد أن هؤلاء المفسرين لم يفسروا يعني الفضل ولا الرحمة هاهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فسروا الفضل بالقرآن. نعم. وفسروا الرحمة بالإسلام، كما ورد ذلك عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس رضي الله عنهما، فسروا ذلك بالقرآن، وسياق الآية يدل على ذلك. يعني ربنا عز وجل يقول قبلها قد جاءتكم موعظة
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد جاءتكم موعظة من ربكم، إذن هذه الموعظة هي القرآن. نعم. وشفاء لما في الصدور، الشفاء للصدور هو القرآن. نعم. إذن السياق يقتضي أن المعنى هو القرآن. القرآن، وبهذا فسره العلماء. ثم على التنزيل، على التنزل، أن المقصود بالفضل أو الرحمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يقوله المفسر. على التنزل، فكيف يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هذا النص الذي جاء في القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. أتظن بارك الله فيك أن الصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذا الخطاب ويعلمون أن المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يفرحون به؟ لا طبعاً. يعني طبعا قضية الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يكون فرحا مشروعا ومنضبطا بالشرع. أشك أنهم يفرحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه، يجلونه، يقدرونه، كان إذا تكلم أطرقوا، وإذا يعني أمرهم يعني أطاعوا وبادروا أمره، وإذا توضأوا وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم صلى الله عليه وسلم كما في غزوة الحديبية يعني إلا وقعت يعني في يده فذلك بها وجهه، يعني وكان يري ذلك عروة بن مسعود وكان سفيرا لقريش. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعبرون عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يفعلوا. نعم. ولو كان هذا من جملة إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لفعله الصحابة رضي الله عنهم. وهل يتصور إنسان يعرف حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يحسنون التعبير عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء من بعدهم فأحسن التعبير؟ يعني لشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن نحبه كما أحبه الصحابة، يعني محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم محبة بيقين. لماذا؟ لأنهم كانوا يظهرون ذلك، كانوا يفدونه بأموالهم وأولادهم، وهجروا أوطانهم وديارهم وخرجوا من أموالهم وأبنائهم وهاجروا معه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يدل على شدة المحبة والتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما يعني أمثالنا نحن الضعفاء، نحن المقصرون، وإن ادعينا أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فكثير منا يعني هذه المحبة تكون محبة قاصرة، إذا يعني لم أستعمل يعني لفظة غيرها يكفي أنها محبة قاصرة لا يمكن أن تصل إلى محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، بعض المجيزين يستدلون بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فيستدلون بهذا الأمر على أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم فنحتفل به كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون، يعني عليه من الله ما يستحق. هو لا شك أن هذا الاستدلال يعني ذكره بعض أهل العلم، لكن عليه يعني الإيرادات كثيرة. أولا التحقيق عند العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل الهجرة، يعني كان يصوم عاشوراء، يعني لم يكن يعني يوما يعني مجهولا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصوم عاشوراء قبل أن يفرض الله عز وجل صيام رمضان على الأمة. إذن كان يصوم عاشوراء قبل ذلك. ثم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصوم سأل يعني لماذا يصوم اليهود هذا اليوم، فأخبروه عن سبب صيام اليهود لذلك اليوم. نعم. فلما أخبر قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه أي أثبت صيامه واستمر على صيامه وأمر الناس بصيامه، ولا شك أن ذلك على الندب والاستحباب، وكان صيامه واجب. يعني واجبا قبل ذلك. وعلى التسليم إذا لم نقنع بهذا التحقيق الذي ذكره بعض
العلماء. ولنفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف عاشوراء أصلا، وإنما عرفه لما أخبر بأن يعني موسى عليه السلام وصامه وأن اليهود تصومه بصيامه، ثم قال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيام. طيب أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة؟ نعم بلى، يعني هو صاحب الشريعة، إذن هو الذي شرع لنا صيام عاشوراء، هو الذي شرع لنا صيام عاشوراء ولم يشرع لنا يوما غيره. وقضية ربط يعني الأحداث بالأزمان وإحداث العبادات لها هذا أمر لو فتح والله هذا يعني أنا أدعو إخواني ممن يتساهل في مثل هذا الأمر، لو فتح والله لما أغلق أبدا، وصلنا نحتفل كل يعني يوم. نحتفل بكل حدث، يعني عندنا ذكرى الإسراء والمعرج، عندنا غزوة بدر الكبرى، عندنا غزوة الأحزاب، عندنا يعني مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا كذا وكذا. فكل يوم من هذه الأيام التي هي من أيام الله عز وجل، يعني منهم من يستدل بقوله وذكرهم بأيام الله، نعم يعني أنه يجوز إحداث يعني هذه الذكريات. طيب هذه الذكريات يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على معرفتها؟ وهل كان يذكر الصحابة بها؟ يعني لو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة، انظروا إن هذا يعني شهر المحرم قد أقبل، وإن فيه ليلة كذا، إنها شهر صفر قد أقبل، إن شهر كذا، لكنه لم يكن يذكرهم إلا بالمواسم الفاضلة التي فيها عبادات، يذكرهم بشهر رمضان، يذكرهم بعاشوراء، يذكرهم بعرفة، ويبين فضل صيامه، لكن هذه الأحداث لم يكن يحدث لها الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة وهو الذي شرع لنا صيام يوم عاشوراء، ولا يمكن لأحد أن يعني يشرع للناس ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. شيخنا شبهة أخرى يعني يقول بها المجيزون لهذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي أو وأنزل علي فيه، فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل باليوم الذي ولد فيه كل أسبوع فيصوم هذا اليوم، فلما لا نحتفل نحن يعني من باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ في الحقيقة هذه الشبهة يعني غير مستقيمة، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويعلل ذلك بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه القرآن فيه، هذا فيه ترغيب في الصيام وبيان مزية الصيام يوم الاثنين، وأيضا الصيام يوم الخميس لأنه تعرض فيه الأعمال ويحب أن يعرض عمله وهو صائم. فنقول لهؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين وأنتم تحتفلون مرة في السنة، فهل لا صمتم يوم الاثنين وكنتم متبعين للسنة؟ ثم إن المحتفلين بالمولد النبوي لا يصومون، وإنما يأكلون ويشربون ويفرحون ويمرحون في هذا اليوم. ومن الغرائب أنني قرأت في بعض الكتب أنهم اختلفوا هل يجوز صيام يوم عيد المولد أم لا، فمنهم من قال لا يجوز لأنه يوم عيد والعيد لا يجوز صيامه، ومنهم من قال بل يعني يجوز صيامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين ويذكر بأنه يصومه لأنه يوم ولد فيه. فالشاهد هو أن هذا التعليل يعني من أضعف يعني الشبه التي يتمسك بها المجيزون لفعل المولد، فنحن نصوم بحمد الله تعالى متى تيسر لنا ذلك، يعني نصوم الاثنين ونصوم الخميس، وهذه سنة لا يجادل فيها أحد، فلو أن الإنسان صاب فيكون يعني قد فعل يعني سنة مستحبة ويؤجر عليها إن شاء الله تعالى. أما يعني القياس عليها وفعل عمل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وابتداء عمل لم يعرفه السلف، هذا في الحقيقة من وعينه الابتداع، هذا عينه الابتداع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمين على اتباع سنته وسنة الخلفاء الرشيدين من بعده
ثم الأمر لو كان مشروعا لفعله الصحابة. لماذا لم يفهم الصحابة من هذا؟ ونحن ينبغي أن نفهم قاعدة مهمة. الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا الأحاديث التي تحتها عمل، لأن هناك أحاديث يعني علمية يعني تفيد المعتقد ما يعقد المسلم عليه قلبه، لكن هناك أحاديث تحتها عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، صاموا الاثنين واتبعوه في ذلك. لماذا لم يحدثوا عمل المولد في يوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ ثم كما ذكرنا ونذكر أن يوم مولده لا يعلم على جهة التحديد، وقد اختلف أهل السير في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من أوصل ذلك إلى 8 أقوال أو إلى 10 أقوال في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه يعني من الحجج الواهية التي يستدل بها هؤلاء، والعلم عند الله تعالى. طيب شيخنا، بقي سؤالين أو شبهتين. الشبهة الأولى منهم يستدلون بما جاء في صحيح البخاري معلقا عن عروة أنه قال في ثويبة، طبعا هي مولاة أبي لهب التي أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أري بعض أهله بشر حيبة، يعني وكأنهم رأوه في المنام يعني بشر هيئة، فقال ماذا لقيت؟ فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني وكأن ثويبة شفعت له عند الله أو شيء من هذا القبيل. يعني هذا الحديث يستدلون به، طبعا هو ذكره البخاري معلقا، وكأن أبا لهب فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، فجازاه الله تعالى على هذا الفرح أنه سقي بمن أعتقها ثويبة هذه التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أيضا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نلقى عند الله تعالى جزاء، أو نفرح بهذا اليوم لعلنا يدركنا ما أدرك يعني. نعم، هذا يعني مذكور أيضا، يعني ذكره بعض العلماء كابن ناصر الدمشقي رحمه الله وغيره، وقالوا يعني قاسوا قياسا أولويا وقالوا هذا الرجل يعني رجل كافر. نعم، وقد نزلت فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني فهو يعني من أهل النار قطعا، لأنه نعم نزل فيه يعني القرآن القطعي. ومع ذلك فإن الله عز وجل يسقيه بسبب فرحه ببشارته يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول بأن يعني كما يقال أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش، هذا بعد يعني هذا الأمر يعني ليس حديثا، وإنما هو يعني كلام يعني ساقه يعني البخاري رحمه الله تعالى يعني مرسلا، لأن عروة رحمه الله تعالى لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا الزمن الذي كانت فيه العتاقة لم يدركه عروة، فهو مرسل. ولا شك أن ذكرهم للبخاري يعني من باب يعني إعطاء مصداقية، من باب إعطاء مصداقية، لأن الناس يعني يعرفون أن البخاري يعني له يعني وقع في النفوس، نعم، وأن ما فيه يعني صحيح. يعني كان العلماء يقولون يعني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري، لكن البخاري إنما اشترط الصحة في الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة التي يرويها عن شيوخه عن شيوخهم إلى منتهاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضي الله عنه إذا كانت يعني موقوفات. لكن هذه المعلقات وهذه المراسيل فإنه يذكرها على سبيل الاستشهاد. نعم. إذن هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل، والمرسل كما هو معروف في يعني اصطلاح الحديث هو من أقسام الضعيف. نعم. المرسل من أقسام الضعيف. ثم لو وقفنا عند هذا الخبر فإن فيه أن ثويبة يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، لأن الحديث الذي سيق يعني بعده يعني الحديث المرفوع هو أن بعض يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه امرأة ليتزوجها. نعم. فقال إنها لا تحل لي، فإن ثويبة أرضعتني وإياها. نعم. يعني ثويبة مولاة أبي لهب
أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تعرضن علي أخواتكن. ثم يعني بعدها مباشرة ساق البخاري هذا الحديث المرسل. فالشاهد هو أنها صح، فأنه صح أن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني هذا الخبر يعني الضعيف فيه أن أبا لهب اعتقها. هذا العتق ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات أنه ما اعتقها في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة وبلوغ بشارته، وإنما اعتقها بعد الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هاجر بعد الخمسين، يعني ما اعتقها في ذلك اليوم. طبعا نعم. هذه خلافات موجودة يعني في كتب التراث، فينبغي يعني التحقيق فيها قبل الاستدلال، ونحن في مسألة شائكة ومسألة مختلف فيها، فينبغي لأهل العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى الحق أن يأتوا بدليل يعني صحيح سالم من الاعتراض. نعم. يعني أن يكون سالما من الاعتراض، لكن أن يأتوا بمثل هذا الكلام أنه يعني سقي في هذه النقرة، النقرة يعني بين يعني الإبهام والسبابة. نعم. يعني سقي فيها بشيء من الماء، وهل يغني عنه ذلك شيئا؟ لا يغني عنه شيئا، يعني سقي في هذه بالنسبة لعتقته. ثم على التسليم أيضا أن الأثر صحيح، هل قضية الفرح بالأقارب يعني هذا يعني يؤجر عليه العبد؟ يعني هذه أمور فطرية. نعم. فنحن نفرح بميلاد يعني أبنائنا وب يعني نجاحهم ونفرح بهذا، هل هذا في أجر؟ إنما الأجر على الأمر الشرعي. ثم هو لم ينوي في أجر. ثم إنه كافر، لم يكن ينوي أجرا، إنه يعني كافر ورجل يفعل شيئا يعني ليس له نية لحصول الأجر. وطبعا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرغب في عمل الخير، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن جدعان، يعني رجل كان في الجاهلية، يعني كان رجلا مشركا، كان يعتق النسمة وكان يقري الضيف، هل ينفعه ذلك يوم لقاء الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، يعني لا ينفعه شيء، يعني كان يقري الضيف، يعني يأتي الضيف ويأكل ويشرب ويمضي، وكان يعتق النسمة، يجد الناس عبيدا فيصيرهم أحرارا، لكنه لا يفعل ذلك لوجه الله، وإنما يفعل ذلك ليقال بأنه يعني من أهل البذل ومن أهل النجدة ومن أهل العطاء ومن أهل السخاء والكرم، كما يعني كان يفعل حاتم الطائي. نعم. اللي هو قبل يعني روي في ذلك أن ابنة له يعني وقعت في الأسر وجاءت يعني تشكو وتعتذر بأنها يعني ابنة يعني حاتم، ويعني كأنها تريد يعني الشفاعة، فقال إن أباك أراد شيئا فأدركه، إن أباك أراد شيئا فأدركه، أراد أن يكون له سمعة وأن يوصف بالكرم فأدرك ذلك، فلا يذكر الكرم إلا إذا ذكر حاتم، فيقال هذا كرم حاتمي. إذن هذا الرجل ما كان يفعل ذلك لله، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن قضية الفعل من الكافر من غير نية هذا ليس فيه جزاء أصلا. نعم. ثم إن هذه رؤيا منام، ولم يذكر من الذي رآها، يعني رجل من أهله، هل هو كافر هل هو مسلم، يعني جاء في بعض الروايات أنه حمزة، جاء في بعض الروايات أنه حمزة، لكن الأحاديث كلها يعني لا تصح، الأحاديث كلها لا تصح، ولو صحت فإن الرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي. نعم. الرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي، حتى إن كانت من المسلمين فإنها من المبشرات، إنه لم يبقى من المبشرات يعني بعد النبوة، بعد النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، هذا الذي بقي من أمر النبوة المبشرة. فالإنسان إذا رأى شيئا فإنه يستبشر، كما يعني رؤيت لبعض الصالحين رؤى بأنهم في الجنة فيسألون ماذا فعل الله بك، يقول غفر الله لي بماذا؟ بتعليم صبيان المسلمين فاتحة الكتاب، هذا من كبار القراء، رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي، قال بما؟ يعني لعلهم كانوا يعني يظنون أنه غفر له بأنه تخرج على يديه كذا وكذا، يعني من الطلبة وحفظوا وجيزوا بالأسانيد المتقنة وكذا، قال بتعليم صبيان المسلمين فاتحة الكتاب. ف
فهذه من المبشرات التي يستأنس بها على مآل أولئك نعم. الأخيار، ولكن لا يجزم بشيء منها ولا يحكم يعني من خلالها بشيء من الأحكام كما يريد هؤلاء. طيب. والله المستعان. طيب شيخنا، يعني آخر شبهة يتحدثون بها ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، فيقولون يعني المولد لا هو من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي من الأشياء التي رغب عنها رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى من المسكوت عنه، والمسكوت عنه يعني هذا حكمه حكم المباح فنفعله. النبي صلى الله عليه وسلم وقضية المسكوت عنه ليس هذا يعني هو وجه التعامل معه دائما، يعني هناك أمور سكت عنها الشرع فلا ينبغي السؤال عنه، كما قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لكن في قضية الأحكام وقضية العبادات يعني ما لم يرد في الشرع لا يجوز العمل به بتة. وهذه يعني في الحقيقة يعني رأيت أن من أهل يعني الأهواء من يتمسك بمثل هذه الشبهات، ويعني ممن ألف في ذلك من المعاصرين يعني الغماري هذا المعروف يعني في شمال المغرب، يعني ألف كتابا سماه حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، ويردده كثير ممن يعني يسير سيره يرددون هذا ويشغبون على الناس بمثل هذه القواعد. لا شك أن قضية ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما لا يجوز لمسلم أن يحدثه إذا كان في حيز العبادات. لماذا؟ لأن العبادات محسومة، العبادات محسومة. طيب هذا المولد نسأل أصحابه الآن، هل هو عادة أم عبادة؟ يقولون عبادة، يقولون عبادة، لا شك أنها عبادة عند الصادقين منهم. نعم. لأن نعم. بعضهم حينما يعني حوصر بمثل هذه يعني الردود يعني صار يعني يقول إنما هي عادة، إنما هي عادة وإنما هي ذكرى. لكن هل رأيتم من يتمسك بالعادة مثل هذا التمسك وينافح ويعادي الناس ويطعن في نياتهم ويطعن في يعني ويستدل في مقاصدهم ويحاول أن يعني يعني يبحث في التراث لعله يجد ما يسعفه؟ والعادة يعني لا يستدل لها، لا شك أن الأمر أو أمر العادات أمر متاح. يعني العادات يعني في طعام الناس وفي شرابهم وفي لباسهم وفي مسكنهم يعني مما لا يخالف الشرع، هذا لا يجادل فيه أحد. لكن الناس يقصدون العبادة. نعم. العبادة مبنية على التوقيف كما قلنا ونقول مرارا، لا يمكن أن نحدث عبادة ونذكرها ويعني نرغم الناس فيها. أنا يعني لعلي أختم بقولة الإمام مالك، ولا شك والله الذي لا إله إلا هو، لو أن من يزعم اتباع مالك رحمه الله تعالى نظر إلى تأصيله في البدعة والله لابتعد عن البدعة جملة وتفصيلة. يعني من أشد الناس بعدا عن البدعة وتنفيرا منها إمامنا مالك رحمه الله تعالى. كان يقول رحمه الله من أحدث بدعة ورآها حسنة، هذا رد على أصحاب التقسيم. نعم. وأنا أعلم وأذكر بأن هناك من العلماء الأقدمين والمعاصرين من يقول بتقسيم البدعة، ولكنني أعتقد أن هذا القول قول مرجوح، وأن القائلين بالعموم هم أسعد الناس بالحق. نعم. يعني يقول يعني من أحدث يعني في يعني بدعة ورآها حسن، ورآها حسن يعني هذا يعني ما هو حاله؟ يعني ماذا يقول فيه الإمام مالك رحمه الله؟ قال فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا يعني ويشير إلى وقت نزول الآية، الآية التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما لم يكن يومئذ دينا يعني دينا رضيه الله عز وجل لعباده وأتم عليهم به الرحمة، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يعني لا يمكن أن نحدث شيئا في الدين ونضيفه إلى الدين ونزعم بأنه حسن. أنا أستحسن شيئا وغيري يستحسن أشياء
وغيرنا يستحسن أشياء وأشياء. فيعني ما يلبث الناس إلا أن يصير الدين يعني فيه أمور لو نشر السلف لما عرفوا شيئا من هذا الدين. لماذا؟ لأنه دخلت فيه محدثات كثيرة بسبب هذا الاستحسان. وذكرنا قولة الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقال: إنما الاستحسان تلذذ، يعني هذا الذي يستحسن يعني يتلذذ. لماذا؟ لأنه يعني يرفع من خسيسته حتى يضع نفسه في مصاف صاحب الشريعة. يعني أنت تشرع للأمة شيئا، فأنا يعني باجتهادي وبذكائي يعني أستطيع أن أشرع لهم شيئا آخر وأحملهم عليه وأرغبهم فيه. لكن من أين يأتي يعني القضية الأجر والثواب؟ ولذلك يعني من الشبه التي لم يذكرها يعني الإخوان، يقول بأن هؤلاء إنما يريدون الخير. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال لأصحاب الحلق؟ قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. يعني ليس كل إنسان أراد الخير فإنه يصيبه، ليس كل إنسان يعني يريد الأجر فإنه يصيبه. إذا لم يسلك سبيله فإنه لن يصيبه. إذا لم يسلك سبيله، وسبيل الأجر هو اتباع السنة، لأن العمل كما نقرر دائما وهو يعني من ألف باء المسلمات عند أهل السنة، هو أن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون على السنة. أن يكون خالصا لله، أن لا يكون صاحبه مبتغيا به وجه الناس، أن يكون مرائيا يريد السمعة. وأيضا إن سلم له هذا الأمر فإنه لا بد أن يشفع إليه الأمر الآخر، وهو أن يكون على السنة موافقا للسنة. طيب، إذا كان الأمر لا يوجد له أصل في الكتاب، ولا يوجد له أصل في السنة، ولم يفعله الصحابة وهم ألوف مؤلفة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج معه يعني ألوف مؤلفة. جابر رضي الله عنه يقول في حجته: أنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر ها هنا وأنظر ها هنا، يعني لا يرى يعني طرف الناس، يعني من شدة يعني من كثرة يعني الصحابة الذين كانوا في حجة الوداع لا يستطيع جابر أن يرى منتهى الناس يعني من كل الجهات. هؤلاء كلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد منهم فكر أن يقوم بمثل هذه الأمور، ما أحد. يعني كيف يغيب هذا الأمر عن جميع الصحابة، ويغيب عن جميع التابعين، ويغيب عن الأئمة الذين يعني هم قمة في الذكاء وتوقد الذكاء والفهم والعلم. ويعني الآن يعني هؤلاء الذين يتكلمون يعني ربما يصفون العلماء المعاصرين الذين يمنعون بأنهم ليست عندهم من علوم الآلة ولا من علوم الأصول ولا كذا شيئا. طيب، ما تقولون في هؤلاء الأئمة؟ أليسوا كانوا أولى بالعلم؟ هؤلاء الإمام مالك والشافعي، أول من ألف في الأصول، والشافعي ألف كتاب الرسالة، لماذا لم يقل بهذا؟ لماذا غاب هذا الأمر عنه وعن أقرانه وأضرابه من العلماء؟ ثم يعني علمه هؤلاء يعني العبيديون، ثم نشره في الناس وصار يعني حتى انتشر وعمت به البلوى. فالشاهد بارك الله فيكم أن إرادة الخير لا تعني بالضرورة إصابته. وهنا يعني لعلي أختم بكلام يعني أيضا يذكرونه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، يعني يقولون بأن من إنصاف شيخ الإسلام، طبعا القوم يعادون شيخ الإسلام، لماذا؟ لأنه دك معاقلهم ورد على يعني شبهاتهم يعني في مجال العقيدة وفي مجال يعني الاتباع وفي مجال يعني التمذهب وغير ذلك. لكنهم يقولون أن الرجل كان منصفا، لماذا؟ لأنه قال في ما قال يعني في ضمن اقتضاء الصراط المستقيم حينما تكلم عن المولد، قال: ولعل الله عز وجل يأجر يعني من يعمل بالمولد يعني أجرا كثيرا لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على فعل البدع. طبعا هم يقصون الكلام بما يوافق هو، يعني يذكرون أنه يثبت الأجر لهذا. طيب، هو لم يثبت الأجر لكنه علقه، قال لعله، ونحن أيضا نقول لعله، لأننا نعرف من آبائنا وأحبابنا من عوام المسلمين من يفعلون ذلك حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يتبعون المشايخ ويتبعون الأئمة في المساجد ويتبعون الخطباء الذين يزينون لهم هذا الفعل.
فلو فعلوا ذلك يرجى، وهذا لا نجزم به لأنه من الغيبيات، يرجى أن يؤجروا على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا على فعل البدع. لا على فعل البدع. وقد ذكر يعني شأن بعض السلاطين وقايس بين أفعاله، يعني الرجل الذي يعني ينفق المال في تحلية المصاحف وفي زخرفة المساجد وفي هذه الأشياء التي الأصل فيها الكراهة، لكن قال هو خير من إنفاقها في الفجور وفي الموجون وفي غير ذلك. وطبعا هذا ليس للمسددين من الناس، وإنما هو لهؤلاء الذين يعني أخطأوا الطريق، لكن هذا الفعل يعني أهون من هذا، قد يرجى لهم ذلك يعني الخير وذلك الأجر. لماذا؟ لأنهم يعني عندهم من يعني الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الحب لكتاب الله عز وجل أنهم أرادوا طباعته على وجه فيه شيء من التحلية ومن الإكرام، يعني يجلون يعني كتاب الله عز وجل ويجلون بيوت الله عز وجل، ولذلك يزخرفونها وينفقون فيها الأموال. لماذا؟ لمحبتهم لبيوت الله عز وجل. فهذا قال يعني هو أولى وإن كان مرجوحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشييد يعني المساجد، ولا جاء في الحديث إذا حليتم مصاحفكم ويعني زخرفتم، إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. وعمر رضي الله عنه لما يعني كان يعني يعيد بناء المسجد وتوسيعه، وطبعا كان يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عريشا كعريش موسى، إذا رفع الرجل يده فإنه يصيب يعني جذوع النخل والجريد الذي كان يغطي سقف المسجد، وكان إذا يعني نزل المطر فإن يعني السقف يعني يسيل منه ماء فتبتل الأرض، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال للرجل أكن الناس من المطر، يعني اجعلهم في كن، اجعلهم في حرز، أكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تسفر فتفتن الناس. هذه السنة، وعدم يعني جعل هذه المساجد يعني بهذا الشكل الفاخر يعني الذي فيه يعني فتنة للناس وذهاب للخشوع. وطبعا على كل حال مسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء قالوا بما أن الناس يعني قد زينوا يعني كنائسهم فينفق المال في هذا يعني من باب إظهار يعني إجلال بيوت الله عز وجل، وهذا قد ذهب إليه بعض العلماء. فشاهد بارك الله فيك أن الناس يعني قد يعني يتكلمون بكلام لبعض العلماء فيذكرون شيئا ويتركون أشياء والحق أن المسلم إذا اختار قولا ورضيه وكان صادقا في ذلك فإنه يستدل له بما يعتقد أنه الحق. لكن أنا إن علمت أن هذه مجرد شبهة وقد رد عليها العلماء وفندوها وأوردوا عليها الإيرادات واستشكلوها ثم لا مدفع لها لتلك الإيرادات، فلماذا لا أرجع إلى الحق؟ ولماذا أكابر؟ ولماذا أعاند؟ ولماذا أكرر في كل سنة؟ يعني كما في بداية الكلام كل سنة نكرر، كل عام نكرر هذا الكلام. لماذا؟ لأن الشبهة تتردد. نعم. يعني هذه الشبهة تكلم عنها العلماء وفندوا، طيب إيتونا بشبه جديدة حتى نجتهد في ردها، لكن أن تلوكوا الشبهة ذاتها مرة بعد مرة فهذا كما قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت. لو أن الناس سكتوا ولم يرغبوا ولم يحشدوا يعني بخيلهم ورجلهم يعني الناس ويعني يشجعهم على فعل المولد مع ما فيه من المخالفات الشرعية الظاهرة الواضحة لما تكلمنا في هذا الباب ولا قلنا بأن الأمر يعني مضى وانقضى. نعم. والعلم عند الله تعالى. شكر الله لكم شيخنا على هذه الأجوبة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، كما نشكر خدمة الإمام الشاطبي على هذه الاستضافة، ونشكر جميع المتابعين، ولنا موعد ولقاء إن شاء الله تعالى بعد قليل كما هو معلن، يجيب فيه شيخنا على بعض الأسئلة التي طرحها متابع الصفحة على يعني على رقم الصفحة على الواتساب وكذلك على الرسائل في الصفحة. إن شاء الله تعالى بعد قليل فكونوا على علم بذلك وكونوا مهيئين لذلك،
بارك الله فيكم. أقول ما تسمعون ونستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.